Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna talabal ilmi min afdalil a'mal bal huwa min al-jihad fi sabilillah. La siyama fi hayatina hadha fi waqtina hadha fi zaman al-fitan. والحمد لله قد فضل الله الإسلام والمسلمين بالعلم والعلماء حيث قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء السؤال الآن ما هو العلم؟ العلم لغة ابن الجهل قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب العلم العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى العلم ما قال الله وما قال الرسول ولقد مدح الله تبارك وتعالى العلم وأهله وحث عباده على العلم وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم حيث قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك انظروا إلى هذه الآية إلى قوله فاعلم هذا أمر من الله أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم والأصل في الأمر للوجوب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالعلم حيث قال طلاب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يطلب العلم طول حياته ثم إخوانا في الدين رحمني رحمكم الله جميعا حاجتنا إلى العلم أشد من حاجتنا إلى التنفس لا سيما من الطعام والشراب حتى عند قضاء الحاجة عند دخول الحمام لا بد من العلم نحتاج إلى العلم أي رجل نقدمها عند دخول الحمام وعند خروجه وهذا في قضاء الحاجة في دخول الحمام فكيف في العبادة في عبادة الله طبعا حاجتنا إلى العلم أشد وهناك قول مشهور التعليم كالماء والهواء بمعنى أننا نحتاج إلى العلم طول حياتنا فمن ما لديه علم فسيموت ثم إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا من العلوم التي لا بد أن ندرسها هي اللغة العربية لماذا؟ لأننا لابد لنا أن نفهم القرآن والسنة وعلوم الشرعية ولا يمكن فهم القرآن والسنة وعلوم الشرعية بدون فهم اللغة العربية فالعربية واجبة وهناك قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب فهم القرآن والسنة وعلوم الشرعية واجب ولا يمكن فهمها إلا بالعربية فالعربية واجبة والحمد لله نحن الآن لدينا فرصة طيبة فرصة جميلة فرصة واسعة لتعلم اللغة العربية في دار الله عن الأساتذة الذين لديهم علوم عظيمة وقوية في اللغة العربية ولديهم حماسة قوية وعظيمة لتدريس اللغة العربية فلا بد لنا أن ندرس اللغة العربية بجد واجتهاد هيا ندرس اللغة العربية هيا ندرسها بجد واجتهاد ها
hayya nadrusul lughatal arabiyyah fi daril mughah. Asallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana lisanal arabiyyatal fusha wa yassarallahu lana umurana wa ala kulli niyyatin salihah. Wa sallallahu salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya syekhana.